السلام عليكم ورحمة الله. هذا أول فيديو ضمن سلسلة شرح موديل ريسيرش للناس ديال سمستر 5. كنت شرحت جميع الموديلات ديال هذا السمستر وراه كلهم متوفرين على القناة بالإضافة لتصحيحات ديال الامتحانات ديالهم، وكان بقى لي ريسيرش ما لقيتش ليه الوقت، ودابا قررت نشرحه نزولا عند طلب مجموعة ديال الأصدقاء والصديقات. هذا الموديل ما كيخلعش كما كيتصوروه البعض، بالعكس هذا هو الموديل اللي غياخد لك اقل وقت ومجهود في السمستر كامله. واخا نشوفوا كثرة السلايدز، راه اللي مهم هو تعرف شنو هو ريسيرش وكيفاش كيتخدم فقط، باش هاد المعلومات يعاونوك في البحث ديال التخرج اللي غيكون في السمستر 6 ان شاء الله. في هذا الموديل البروف اعتمد على هذا الكتاب ديال كوتاري، ريسيرش ميثودولوجي ميثودز اند تكنيكس. ما داروش كله، دار منه غير بعض تشابترز، غنمشيو معهم دقه دقه ان شاء الله. وفي الاخير البروف كذلك خدم على كتاب اخر اللي فيه الريفرنسين حتى نوصلوه ان شاء الله. في هذا الفيديو غنخدموا على التشابتر الاول، وهذا هو الاوتلاين ديالو. غنغطيو غير 6 المحاور الاولين والباقي في فيديو جاي ان شاء الله. واحد الملاحظه هي انني غنختصر قدر الامكان، غنعطيك غير اللي غتحتاج تعرفه فقط، ما غندخلش في جميع التفاصيل، اولا لان الفيديوهات غيكونوا طوال بزاف، وثانيا لان الكتاب متوفر واللي بغى يتعمق في كل شيء يمشي يقرا الكتاب. احنا هنا غنديروا داكشي اللي كافي نعرفوه وندوزوا به الاكزام ديالنا وتكون النتيجه مرضيه باذن الله. نبداو على بركه الله. هذا تعريف ديال الريسيرش. Research is a search for knowledge. It is also defined as a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. Research ببساطة هو البحث عن المعرفة باتباع أساليب عملية منهجية. كيكون عندنا موضوع معين كنتبع واحد الطرق باش نعرفوا عليه معلومات أكثر. وكلمة research هي technical term ديال هاد العملية، يعني الاسم الخاص بهذا المجال. دابا نشوفوا الاوبجكتيفز، اي الاهداف ديال الريسيرش. To gain familiarity with the phenomenon or to achieve new insights into it. نتعرفوا اكثر على ظاهره معينه ونفهموها اكثر، وهذا النوع كيتسمى exploratory research. To portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. نعطي وصف دقيق لفرد معين او افراد ولا وضعية معينة، وهذا النوع كيتسمى descriptive research. To determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. باش نعرفوا مدى التكرار ديال شي ظاهرة ومدى ارتباطها بظواهر أخرى، وكيتسمى diagnostic research. To test a hypothesis of a causal relationship between variables. اختبار فرضية معينة والعلاقة السببية ديال المتغيرات فيها، وهذا النوع كيتسمى hypothesis testing. هادو مجموعة ديال الدوافع اللي كتخلي الواحد يدير research معين. Desire to get a research degree along with its consequential benefits. الحصول على شهادة معينة. Desire to face the challenge in solving the unsolved problems. الحصول على حل لمشكلة معينة. Desire to get intellectual joy of doing some creative work. المتعة الناتجة عن عمل إبداعي. Desire to be of service to society. لخدمة المجتمع. Desire to get respectability. الواحد كيبغي يتسمى باحث للحصول على الاحترام. دابا ندوزو لانواع الريسيرش. كاين descriptive research versus analytical research. الفرق هو ان descriptive كيقتصر على الوصف ديال الحقائق لا غير، بينما analytical research كيشد معلومات اللي هي واجدة قبل وغير كيحللها وينتقدها ويقيمها. كاين كذلك applied versus fundamental research، والفرق هو ان applied research كيدار باش يلقى لينا حل لشي مشكله كنواجهوها حاليا سواء في المجتمع ولا في شي مؤسسه ولا شي منظمه، بينما fundamental research هو غير كيمدنا بمعلومات على ظاهره معينه فقط، ما كيعطيناش حل فوري لمشكله حاليه، بحال البحوث اللي كيدرسوا السلوك ديال الانسان مثلا، هادو كيتسموا fundamental.
كاين كذلك quantitative research versus qualitative research. الفرق بيناتهم راه باين من سميتهم. quantitative جاية من quantity اللي هي كمية، كيهتم بالحسابات الإحصائيات القياسات، بينما qualitative كيهتم بالquality القيم والآراء المواقف السلوكيات، وهادو بالضبط غنعود نشوفوهم من بعد. كاين كذلك conceptual versus empirical research. conceptual كيتستعمل من طرف الفلاسفة والمفكرين اللي غالبا كيهتموا بمصطلحات معينة، كيشدوا شي مصطلح ويبداو يفسروا فيه ويعطيو عليه افكار. اما empirical هو البحث اللي كيعتمد على الملاحظة والتجربة، كيتحطوا فرضيات وكيتم التحقق منها. كاينه واحد الفقره في التالي كدوي على ان البحث الا كان دار في وقت واحد او في بيريود وحده كيتسمى وان تايم ريسيرش، ولا دار على امتداد فترات اطول كيتسمى لونجيتودينال، وكذلك دار في مختبرات كيتسمى لابوراتوري ريسيرش، ولا كانت فيه محاكاه سيموليشن ريسيرش، كان دار في المكان اللي وقع فيه الظاهره اللي كندرسوها كيتسمى فيلد سيتين ريسيرش. تقدروا تقراو هذه الفقره، هذه غير معلومات اضافيه، ما كنظنش اصلا واش غادي تحط في الاكزام. الاكزام اصلا الى بقى كما الاعوام السابقه راه ما كيكونش فيه تعاريف نهائيا، كيكون فيه غير تطبيق، فداكشي علاش كيكون ساهل نوعا ما. الانسان كيكون عارف غير يكتب وفاهم اشنو قرا، صافي راه تيجاوب، ما تيحتاجش انه يحفظ شي حاجه كاع. يعني الا كنتي غير فاهم المصطلحات كاملين وفاهم داكشي اللي عندك راه غادي تجاوب، ما عندك ما غيكون عندك حتى شي مشكل. ندوزو للريسيرش ابروتشز. عندنا زوج ديال الابروتشز واللي شفناهم غير دابا في الانواع ديال الريسيرش، كيتسموا هكاك حيت استعملت فيهم الابروتش اللي هي سواء كوانتيتاتيف ولا كواليتاتيف، وكنزيدو عليهم ابروتش اخرى اللي هي ميكسد ابروتش واللي كيكونوا فيها بزوج. نشوفوا كل وحده على حده. بالنسبه للكوانتيتاتيف ابروتش، it involves the generation of data in quantitative form which can be subjected to rigorous quantitative analysis in a formal and rigid fashion. كتجمع معلومات وكتحللها، كيكون فيها إحصائيات وأرقام ونسب مئوية إلى آخره. مثلا درتي بحث على واحد المصنع باش تعرف شحال واحد خدام فيه، الأرباح ديالو، الأوقات اللي كيدير فيها هاد الأرباح، شحال ديال العمال فيه، الخسائر ديالو، أي حاجة بحال هكا فيها حسابات. وهاد كوانتيتاتيف تقدر تكون عن طريق تجربة وكتسمى experimental approach، ولا محاكاة ديال شي ظاهرة وكتسمى simulation approach. والفرق ان experience هي التجربة كدار وكنتسناو النتائج ديالها نشوفوهم، ولكن simulation هي كنقلدو شي حاجة عارفينها كيفاش كتخدم وكنوفرو نفس الظروف باش نحصلو على نفس النتيجة. وكاين كذلك inferential approach اللي كيتيح الخروج باستنتاجات بخصوص الإحصائيات والبيانات اللي تم التجميع ديالها خلال البحث. عاد عندنا qualitative approach which is concerned with subjective assessment of attitudes, opinions and behaviors. بحث اللي كيحلل السلوكيات والآراء والمواقف بحال البحوث والدراسات اللي كدير على motivation مثلا، ولا behaviors دراسة سلوك معين بحال الدراسات اللي كيديروا في علم النفس. كاين كذلك mixed method وهو نوع ديال البحث اللي كيشملهم بزوج، وهذه ما شاروش لها هما في هذا الكتاب، ولكن اللي قرا كتاب ديال موديول سايكولينغويستيكس راه كاينه تما فيه. ندوزو دابا للسيغنيفيكانس اوف ريسيرش. It promotes the development of logical habits of thinking and organization. It is an aid to economic policy for government and business. It solves various operational and planning problems of business and industry. It is important for social scientists in studying social relationships and in seeking answers to various social problems. It is also a sort of form of training which enables one to understand the new developments in one's field in a better way.
الأهمية ديال الريسيرش كتجلى في أنه كيطور عند الباحث مهارة ديال التفكير المتسلسل والمنطقي بالاعتماد على أساس علمي، بالإضافة للأهمية ديالو في حل مشاكل عدة في المجال الصناعي والتجاري والاقتصادي عموما، وكيساعد كذلك في حل مشاكل اجتماعية، وكيخلينا نعرفوا التطور اللي كيعرفوا أي مجال. هكا كنكونوا سالينا 6 المحاور الأولين ديال الشابتر الأول، وهذه غير مجرد مقدمة للريسيرش. الفيديو الجاي غيكون فيه امور اللي هي اعمق، بحال الساينتيفيك ميثود، الفرق بين الميثود والميثودولوجي الى اخره. الى ذلكم الحين استودعكم الله.